نظمت جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين مهرجان ود وعرفان في دورته السادسة بحضور الشيخ حميد بن خالد القاسمي الرئيس الفخري لرابطة فخر الوطن التطوعية وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، فيما أقيم المهرجان في مشروع الجادة. عرفانا لدورها وتقديرا لمقامها، نظمت جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين بمشاركة مجموعة من الجهات المعنية بكبار السن في الدولة وإمارة الشارقة مهرجان ود وعرفان للأمهات اللاتي قدمن الكثير لأسرهن والمجتمع وما زال عطاؤهن في تدفق مستمر. الأم هي العطاء، فكل إنسان أو كل جهة أو كل منظمة عندها هذا العطاء يعتبر هو يوم لأم. بهالطريقة الحمد لله صار هذا الحفل الكريم، واللي صار في نوع من المفاجآت اللي دخلوها علينا أن في أولاد هن وأمهاتهم من عبر الشاشة وتفاجأنا بوجودهم في القاعة معانا. المهرجان تضمن عرض كلمات من أبناء منتسبات جمعية الإمارات لكبار المواطنين. أقدم لك كل تحياتي وحبي لك هدية. شكراً أمي. شكراً أمي. شكراً أمي. شكراً أمي. شكراً أمي. شكراً أمي. كما تم التعريف بالخدمات التي تقدم لكبار السن، ليأتي بعد ذلك تكريم من كانت لهن بصمة في خدمة المجتمع من الأمهات. شعوري ما أقدر أوصفه، ويمكن الدموع اللي نزلت من عيني العفوية هي اللي تقدر توصل مثل ما يقولون من القلب للقلب رسول. تكريم ما كنت متوقعت إنه من فئة جدا أنا أحبها، وفعلا اعتز إنهم عيالي، يعني فرحت أنا لما زقروا علي وقالوا أم الجميع. كلمة أمي هذه ما تنقال حق أي حد، ما تنقال كلمة أمي إلا فعلا للشخص اللي يستحقها. رغم أن اليوم العالمي للأم يصادف 21 من مارس، إلا أنه يوم نفخر به ونحتفي به طوال العام، فالأم هي أساس الأسرة وهي عمود راسخ من أعمدة المجتمع الإماراتي.